نحتفي سويا اليوم بالذكرى 60 لتأسيس جريدة الشعب، وهي من أعرق الصحف في المشهد الإعلامي الوطني، الذي يحظى بدعم تام من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. إن جريدة الشعب ظلت وفية لمرجعيتها النوفمبرية ولخطها الافتتاحي الوطني المرتكز على الاهتمام بشؤون الجزائريين أينما كانوا، وبمرافقة قضايا العدل والتحرر عبر العالم. بكل صدق ومصداقية ساهمت الشعب وتساهم في بناء إعلام وطني مسؤول ونزيه تحت سقف جزائر جديدة متجددة متكيفة مع المتغيرات العالمية، وضمن رؤية استشرافية ضبط بوصلتها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل الإصلاح والتغيير والتطوير. أنا بالنسبة لي جريدة الشعب هي داري، هي أمي وهي أخوتي وكل بيتي، بر أنه قضيت فيها 25 سنة من عمر شبابي، وهي مدرستي التي تعلمت فيها الثقافة والتربية واللغة، وتعلمت فيها احترام القيم والمبادئ الوطنية والثبات على ثورة بيان نوفمبر 1954.